السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة من السلسلة التعليمية لبرنامج وورد. سنتطرق في هذه الحلقة إلى كيفية فتح مستند وورد والتعديل عليه، كما سنشرح أيضا طريقة كتابة مستند جديد سواء باستعمال القوالب أو فقط كتابة مستند جديد. سنشرح أيضا الطرق التي يمكنك استعمالها من أجل حفظ الملف وإعادة تسميته. لفتح ملف جديد والتعديل عليه هناك عدة طرق يمكنك استعمالها. أولا ستذهب إلى مكان تواجد الملف ثم ستضغط عليه مرتين، بعد ذلك يمكنك أن تقوم بأي تغيير تود القيام به. أما الطريقة الثانية فهي أنك ستفتح برنامج وورد إذا كان الملف الذي تود فتحه موجودا في هذه القائمة، ستضغط عليه هنا مباشرة، بعدها سيفتح الملف وبإمكانك أيضا القيام بأي تعديل تود القيام به. أما الطريقة الثالثة فهي في حالة عدم وجود الملف في هذه القائمة، فإنك ستقوم بالضغط هنا فتح المستند ومن ثم استعراض، وبعدها ستقوم بالذهاب إلى مكان تخزينك للملف ثم تضغط عليه مرتين. ويمكنك أيضا الضغط على ملف واختيار فتح، ثم ستذهب أيضا إلى استعراض ومن ثم إلى مكان تواجد المستند الذي تود فتحه، تضغط عليه ثم تضغط على فتح أو تضغط هنا مرتين. بعد فتح الملف يمكنك أيضا تغيير عرضه، إذا أردت مثلا القراءة فقط فمن الأحسن أن تقوم بالضغط على وضع القراءة، فهذا العرض يمكنك من القراءة بشكل أفضل. يمكنك تغيير لون الصفحة بالذهاب إلى عرض ثم اختيار اللون الذي تريده، وإن أردت أن يكون العرض في صفحة واحدة فعليك أيضا الضغط على عرض ثم عرض العمود، من ثم ستختار عريض. يمكنك أيضا تغيير العرض إلى 3 أعمدة بالضغط على ضيق. وإن أردت التنقل بشكل أسرع بين فقرات هذا المستند فعليك الضغط على عرض ثم جزء التنقل. في الجهة اليسرى تظهر لك عناوين الفقرات، ويمكنك الضغط على أي فقرة تود الوصول إليها فقط بالضغط على العنوان المناسب. كما تستطيع التنقل بين الصفحات فقط بالضغط على هذه الأسهم يمينا ويسارا. أما إن أردت عرضه بشكل عمودي كعرض التحرير فما عليك إلا بالضغط على عرض ثم اختيار تخطيط الورقة، ومن هنا يمكنك القراءة والتنقل بين الصفحات كما في الوضع الذي تستخدمه من أجل التحرير. وللخروج من وضع القراءة فيمكنك الضغط هنا أو الذهاب إلى عرض ثم تحرير المستند. ولإغلاق هذا المستند فعليك الذهاب إلى ملف ثم إغلاق، ولكتابة مستند جديد فعليك الضغط على زر ملف ثم جديد، ومن هذه القائمة ستختار القالب الذي تود الكتابة عليه. إن أردت كتابة مستند فارغ فما عليك إلا الضغط على مستند فارغ، ويمكنك الآن البدء في الكتابة. سنشرح لاحقا طريقة تحرير وتصميم النصوص، أما الآن فسنقوم بالضغط على ملف ثم إغلاق، ثم سنقوم بفتح مستند جديد بالضغط على ملف جديد، وفي هذه المرة سنختار قالب الكتابة عليه، سنختار مثلا سيرة ذاتية، سنضغط عليها ثم بعد ذلك سنضغط على إنشاء. هذا هو قالب السيرة الذاتية، ما عليك إلا بتغيير الكتابة وبعد ذلك قم بحفظ الملف. ولحفظ هذا المستند يمكننا اللجوء إلى عدة طرق، وهي إما أن نضغط على هذا الزر أو Ctrl S، كما يمكن أيضا الضغط على ملف ثم حفظ أو حفظ باسم. الفرق بين حفظ وحفظ باسم، إن كان الملف لم يحفظ بعد فأينما ضغط فإن برنامج وورد يوجهك إلى حفظ باسم، فمنها يمكنك تغيير مكان حفظ الملف، كما يمكنك أيضا تغيير اسم الملف. سنقوم بحفظ الملف على المكتب، سنقوم بتغيير الاسم
ومن هنا يمكنك تغيير نوع الملف. يعني إذا كنت تريد فتحه في برنامج وورد قديم يمكنك الضغط هنا، وأما إن أردت حفظه على شكل PDF فيمكنك اختيارها أيضا من هنا. أما إن أردت حفظه على شكل مستند وورد جديد فيمكنك اختيار وورد دوكيمنت. يمكنك أيضا تعديل اسم الكاتب بالنقر هنا ثم كتابة اسمك، بعد ذلك تضغط على زر حفظ. بعد حفظ الملف ستلاحظ أن عنوانه تغير وأصبح كما هو مبين هنا. إن قمت بعد ذلك بأي تغيير فعليك حفظه بالنقر على هذا الزر أو بالضغط على Ctrl S أو بالذهاب إلى ملف ثم حفظ. أما إن أردت تغيير اسم الملف أو تغيير مكان حفظه فعليك الذهاب إلى ملف ثم اختيار حفظ باسم من جديد، وبعد ذلك اتبع الخطوات التي شرحناها سابقا. وورد 2016 يمكنك أيضا بتحرير بعض ملفات PDF، ومن أجل فتح ملف PDF لتحريره فعلينا الذهاب إلى ملف فتح. سنقوم بالذهاب إلى مكان تواجد الملف الذي نود التعديل عليه. ننتظر بعض الوقت. رسالة من وورد تخبرك بأن برنامج وورد سيقوم بتحويل مستند PDF إلى مستند وورد قابل للتحرير. اضغط على موافق. بعد ذلك يمكنك تحرير ملف PDF ثم حفظه من جديد. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. موعدنا في الحلقة القادمة التي سنخصصها لشرح كيفية تحرير النصوص. في أمان الله.